سنذكر بان المنطقه ديال سيدي مزير المنطقه الوحيده اللي كتبيع ثمن الحوت ثمن رخيص 40 درهم ما كان حتى 40 درهم ما مخرجهاش والله ما مخرجها 40 درهم حنا الرباط منه وبينه 3 كيلومتر الرباطين كيجيو يعطيو ياكلونا راه 60 درهم 70 درهم كيجيو يعطيو ياكلونا 40 درهم وعندنا هما الطون كاين الجوده الجوده كاين الجوده الجوده وربما لو حتى افضل من كثير بعض الحنادس كروبيت سيبيا صوت بيضاء اناناس روكان كي جميع الاسئله راه كما تنصف دابا هذا هو هذا شوف هو هذا بالعكس بالعكس الثمن مرتفع جاي بسيدي موسى رايح حدانا في حي السلام كيدير 60 درهم 70 درهم فريتور وحنا عندنا الجوده وعندنا سمك خليط سمك وعلى الصعيد الوطني ارخص منطقه بيع الاسماك هي سيدي موسى بالنسبه ديال 40 درهم 40 درهم عاديه جدا وفي متناول الجميع بالفعل تقبلوها الزبناء لان عارفين الوضعيه الاقتصاديه شنو كاين وعارفين كل شيء تزاد وامور عاديه بالنسبه لل 40 درهم عاديه ما فيها لا حرج ولا زين هذا هو اللي كاين وعلى حسب ديال التبصير راه كيطلع لنا حنا حتى الحدود 30 درهم حتى 35 درهم بما فيه الزيت البوطه الخدام كل شيء داخل تما كاينه والسمك غالي هادشي راه كيعرفوا المواطنين الحوت راه غالي ماشي وهي الحوت عباره عن مواسم ولكن راه الغلا حاليا راه خدامين وخدامين فابور كما تيقول اي واحد اللي قال حسن دابا يدير يدو فيه هذا ولا نقول لك اخي هاد 10 درهم تزاد تما المرصه ماشي من هنايا حنا بالنسبه لنا حنا هذيك 10 درهم زدنا على الكليان باش ياكلوا حاجه طريه باش ياكلوا حوت طري وزياده وزياده ديك 10 درهم اللي تيبان لي بنادم دوموندي طبسه ديال 40 درهم راه تيقدر ياكل اكثر من 40 درهم الا جيتي حسبتيها عمليه حسابيه مشيتي للسوق تقديتي راه تاخذ اكثر من 40 درهم مشيتي تاخذ كيلو د الحوت راه غيتحسب 70 درهم تقدر تجي تاكل فريتير فيه نص كيلو ديال الحوت نص كيلو الحوت تقريبا ولا خصك تيزيدوا لك الدراري وتنتعاملوا مع واحد التعامل بحال عائله حقيقيه نيت المهمه ديال سيدي تزادت 10 درهم وحاجه واحده اخرى عاوتاني دابا كاينين ما هضرتش كاينين صلاه كتخدموا كونجولي فهمتيني والثمن هو هو 40 درهم هي 40 درهم حنا 40 درهم وتنوعدوا الكليان بالجوده اولا الجوده الاساس الجوده وما كاينش لا كذوب لا نفاق يعني اللي قلنا لك غتجي تجلس وغتبرع وغتاكل حاجه طريه راكم متاكد غتحط حسن جدا عن جداره واستحقاق هذوك على حسب كيقول لك حنا عندنا الموقع حنا عندنا موقع كارين غاليين ولا حنا كنخدموا مع كل شيء كنخدموا مع اللي عنده ومع اللي ما عندوش ومع كل شيء مع جميع الطبقات كنخدموا معاهم حنا الطبقه المنفقره الطبقه المتوسطه كنتعاملوا مع العموم ودابا راه كاين اقبال على الحوت بالاخص في هذا المهنه ومورا عيد كبير ان شاء الله مقبل على شهر الصيف الجاليه غتدخل ان شاء الله بالمجهود المجهودات اللي قايم بها سيدنا الله ينصر الله يخليه لينا وغيوليو يعني غتخدمه غتزاد والحوت غيزيد يرتفع ما حد الخدمه كتزاد الحوت كيولي الاقبال على الحوت وكيرتفع الثمن اللي درنا حنا 40 درهم راه ثمن جد 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 مناسب واللي بغى يعرف الثمن ديال الحوت يهبط يسول على الحوت خضر وديك الساعه غيعرف الثمن ديال الحوت حنا واش عاد زائد الزيت زائد الخدام زائد الكرا زائد الضرائب زائد بزاف المشاكل معرضين ليها ورغم الحمد لله على كل حال.